رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح لا أكذبه، وضميري شاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على كل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا حتى أن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسلا، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا أتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبتوا قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحمه، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعده؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا؟ إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أن هناك يدعون أبناء الله الحي. وأشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر، فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقادم بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق أشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورة. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عصرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. نعمة الله الآب فلتكون مع جميعنا آمين. طبعا الله له سلطان في الاختيار، واختيارات الله لا نتكلم فيها أبدا، فهو الخالق وهو الذي جبلنا، وهو ضابط الكل الذي يرتب الخليقة كلها. الله في عمله وفي الجبلة التي صنعها، اللي هي من الطين صنع الإنسان من تراب الأرض،
لكن ليس للخزاف سلطان على الطين في عدد 21، يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان. خد بالك، أنت هذا الإناء. بولس الرسول في رسالة أخرى يقول لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. يعني هذا الإناء ملوش أي فضل. أنت هتملاه إيه؟ هتحط فيه إيه؟ هيصدر منه إيه؟ يكون إناء للكرامة هؤلاء الذين عاشوا بالبر وفي القداسة، ويكون إناء للهوان لو عاشوا في الخطية وفي الدنس وفي التراب. والاختيار ليك، الاختيار ليك أنت. حط قدامك كيف يكون إناءك إناء نقيا. وإحنا بنصلي كل يوم في مزمور التوبة نقول قلبا نقيا اخلق فيه الله. القلب بيعبر عن الكيان الإنساني كله، فقلبا نقيا اخلق فيه الله. أعطيني هذه النقاوة اللي في قلبي، واعطيني ان انا اعيش واتمتع. نشكر ربنا ان احنا عايشين في زمن العهد الجديد وزمن الكنيسة الخادمة والممتدة في العالم. عيش ودايما خلي إناءك إناء قوي وإناء نقي وإناء للكرامة. الخطايا كتير بكل أشكالها بكل صورها الموجودة على الأرض بأي شكل وفي أي زمان، أنت بتحترس منها وبتجعل دايما إناءك إناء نقي. لما بنتعمد وإحنا أطفال صغيرين، أبونا بيعمل بعد سر المعمودية سر مسحة الميرون، الميرون المقدس، سن التثبيت، بنسميه سر الكونفيرميشن، تثبيت. ويبتدي يرشم الجسد، جسد الطفل المعمد الصغير، يرشمه في 36 موضع بعلامة الصليب، فيصير جسدا أو إناء للكرامة. عينك، ودنك، فمك، فكرك، قلبك، أحشائك، أطرافك، كلها تصير إناء للكرامة، كلها مدشنة ومحصنة بعلامة الصليب المقدس. ما تنساش الحقيقة دي أبدا. عشان كده ما تاخدش هذا الإناء المقدس وتستخدمه في أمور الهوان أو أمور الخطية أو أمور التراب. والصورة ده هي بتقدم لنا مفهوم مهم جدا على مقدار احترامنا للجسد وكرامة الجسد قدامنا. كرامة الجسد، الجسد اللي بيصحبنا في رحلتنا على الأرض، ثم يسكن في التراب، ثم تصعد الروح إلى خالقها وإلى بارئها، ويوم الدينونة يجتمع كل هؤلاء. انتبه لهذه الحقائق واعرف أن أنت عايز تكون حياتك كلها في إناء الكرامة. بولس الرسول في أول إصحاح ده بيقول عبارة جميلة قوي في عدد 2، أن لي حزنا عظيما وواجعا في قلبي لا ينقطع. ليه يا بولس زعلان؟ علشان الناس اللي محرومة من المسيح، الناس اللي ما عندهاش إمكانيات إنها يكون للكرامة. ويتمنى أمنية عجيبة في عدد 3، كنت أود لو أنا أكون نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي. شيء غير متصور. ولكن أنت خلي إناءك إناء الكرامة وإناء القداسة وإناء للبر. ربنا معكم.